اهلا بكل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه ومن امام مجمع محاكم الاسماعيليه، ونتابع مع حضراتكم قضيه مقتل سيده الجمعيه وسيده الخير بالاسماعيليه. يعني منذ عام شهد الراي العام قضيه هزت الراي العام بشكل كبير جدا، سيده تقتل بمنزلها ويتم التعدي عليها يوم جمعه، منتهكين كل الحرمات وكل ما يعني ما اوصى به سيدنا محمد ودين الاسلام. النبي وصى على 7 غار، ولكن هو انتهك كل الحقوق، حقوق الجار وحقوق الاسلام والدين والشريعه، وتعدى على سيده داخل منزلها مدياله كل الامان، طلب منها كوباية مية واعتدى عليها ودخل شقة سرق منها خاتم و300 جنيه. خاتم و300 جنيه كانت تمن حياة سيدة الجمعية، اللي يعني بكل أسوأ خلص عليها. السلام عليكم يا دكتور. تعزينا لحضرتك ورانيا، عايزين نرجع مع حضرتك في قصة واعترافات المتهم. هو بعد الحادثه بثلاث ايام الشرطه قالوا لنا ان اللي قتل ماما ابراهيم محمد ابراهيم امبابي الشهير ابراهيم عجوه مبارد في بنك الدم، عنده 28 سنه وجارنا من نفس البلد، بس احنا ما فيش اي علاقه ما بيننا، احنا ناس في حالنا ما لناش علاقه بعيلته خالص، لا هو ولا عيلته. هو قال في اعترافاته ان هو قبلها بيوم كان راكب مع ماما مواصلات وهي راجعه من الشغل، فماما جالها مكالمه تليفون حد محتاج منها مبلغ مالي، فقالت ان هي هتقبض الجمعيه وتديله الفلوس يوم الجمعه بعد العصر. فهو بيقول ان هو كان محتاج الفلوس، ففضل مراقب البيت لحد ما لقى البيت فضى على ماما، اخواتي وبابا راحوا يصلوا صلاه الجمعه وعرف واتاكد ان ماما لوحدها في البيت. ساعتها دخل خبطه واحده بس على الباب، واحنا بابنا كان مفتوح، دخل قال لها ممكن رقم تليفون ابنك، فاديت له رقم التليفون، وبعدين قال لها ممكن كوبايه ميه يشرب، فماما دخلت جابت له ميه وبتدي له كوبايه الميه عشان يشرب، راح رمى الكوبايه وبدا بالاعتداء عليها، خبطها كذا خبطه على راسها وفي الحيطه وجرجرها في الارض، وكان جنبه مفتاح عبوبه ضربها بيه كذا مره على دماغها، بعدين جاب سكينه طعنها 5 طعنات ما نفذوش لان السكينه كانت تلمى، فرفع جلابيتها عراها وطعنها 2 في جنبها دول اللي نفذوا. بعدين هو بيقول ان هو حس ان لسه فيها الروح، بس هي ماما كانت روحها طلعت اصلا، بس هو حس ان لسه فيها الروح، فجاب شال الانبوبه نفسها وخبطها على دماغها 3 خبطات دي. ساعتها اتاكد ان روحها طلعت، فدخل يخبط يدور على الفلوس في البيت، ما لقاش غير 300 جنيه وخاتم ده، اخدهم ومشي، راح كمل شغله عادي في قافله التبرع بالدم عندنا في البلد. بس لحسن الحظ كان في واحده شافته وهو طالع من البيت بيجري، فقالت للشرطه وجابوه. اعترف بعدها بيومين ان هو فعلا هو اللي عمل كده، واعترافاته اعترافات تفصيليه بتفاصيل انا ما كنتش اعرفها اصلا. بعدها مثل الجريمه تاني يوم واتحكم عليه بعدها ب9 شهور، كانت اول جلسه محاكمه اتحكم عليه بالاعدام وتم احياء اوراقه للمفتي، والمفروض ان احنا يعني حسيت ان احنا ارتحنا وخلاص حقنا ان شاء الله رجع او خلاص يعني هنبدا نرتاح، لان طبعا في استئناف كان يوم 1/9 حضرنا الجلسه ولكن لم يحضر المتهم، فتم تاجيل الجلسه ل15 النهارده، نتفاجئ تاني لم يحضر المتهم اللي في السجن لم يحضر، يعني المتهم اللي قتل في 10 دقايق بقالنا سنه وثلاث شهور بنحاول. ثقات معينه من اداره السجون؟ انا ارتضيت القضاء من اول يوم، ومهما كان القضاء حباله طويله انا نفسي اطول، مش هاخد حقي غير بالقضاء وبالقانون، وزي ما قضاء نصفني في اول درجه انا متاكده ان شاء الله، يعني ثقه في ربنا ان شاء الله هيتم تأييد الحكم في الاستئناف. بس احنا تعبنا، انا والدتي بالنسبه لنا كان حياتنا كلها، فحرام ان احنا نفضل متعلقين عارفين ان اللي قتل ماما عايش بياكل بيشرب بيتنفس عايش حياته عادي، واحنا قلوبنا مكلومه ووالدتي تحت التراب، فانا مش عايزه غير حقنا، ربنا شرع القصاص عشان انا ارتاح، انا عايزه ارتاح وعايزه والدتي ترتاح في تربتها، فكفايه سنه وثلاث شهور ان شاء الله يتم تأييد يوم الاربعاء، هي جلسه تأجلت لنفس الدور يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، فكل املي في ربنا وفي القضاء المصري ان شاء الله يتم تأييد حكم الاعدام يوم الاربعاء ان شاء الله. استاذ وليد، يعني حضرتك حضرت كتيره في القضيه، كلمنا عن الشق القانوني بخصوص قضيه القتل وجلسات الاستئناف لما بدات، وكانت احالتها وكان تم فيها
الحمد لله بذل المجهود على اساس ان يتم تعديل القيد والوصف من بدايه الدرجه الاولى، لان لان طبعا القضيه كانت محاله من النيابه العامه على اساس ان هو قتل عمد دون سبب تسرع وترصد، بس الحمد لله ربنا وفقنا في جلسات محاكمه اول درجه وتم تعديل القيد والوصف الى قتل عمد مع سبب تسرع وترصد. هم كانوا عايزينها مش قتل عمد، هي النيابه كانت حيلها لا قتل عمد بس دون سبب تسرع وترصد. طبعا المحكمه الحمد لله ربنا وفقنا في اول درجه ان هو تم تعديل القيد والوصف وتم اسباغ القيد والوصف الصحيحين عليها وتم تنبيه الدفاع على اساس انه اترفع على هذا الاساس، وبناء على تم اصدار الحكم اللي هو بالاعدام في مرحله اول درجه. طبعا هنا طبعا حسب القانون الجديد العمل من حق المتهم ان هو يستأنف على الحكم، فتم الاستئناف وتم تحدد له جلسه كانت في شهر 9 وتعذر حضور المتهم وتاجلت ل 15 يوم. والحقيقه برضه النهارده فوجئنا ان المنتهي كانت نازل له رول واحد والمتهم ما حضرش، فطبعا احنا انتظرنا لاخر الرول لما الجلسه تنزل على اساس ان احنا نشوف وضع المتهم هيجي ولا ما جاش، فبلغونا على اساس ان المتهم مش هيحضر الدور. فالحمد لله ربنا وفقنا ان هو تم تاجيل الدعوه لداخل الدور اللي هو الاسبوع ده اللي هو اليوم الاربع القادم ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله ربنا يسهل ان هو يتم يصدر فيها الحكم ما يكونش فيها تاجيلات ثانيه ان شاء الله. يعني نقدر نقول ان الحكم مش هيبقى فيه تعديل وصف ثاني. لا مفيش، هو تعدل الوصف الاشد كده الحمد لله انه تم اسباق القيد والوصف الصحيحين حسب الاوراق وحسب اعتراف المتهم. يعني فاهمين حضرتك؟ لا 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 ان شاء الله ما فيهاش، لان فعلا في الوقائع اللي تمت كلها واعترافات المتهم بتدلي ان هو كان عنده النيه الكامله والادراك الكامل والنيه وسبق الاصرار كاملا ان هو ينهي حياه المجني عليها، ده من خلال اعترافاته. معينه لعدم حضور المتهم؟ والله دي بتبقى نظام على اساس وزاره الداخليه، بيبقى في نقل ما فيش ماموريه جايه، في تعذرات يقول لك لاي اسباب اخرى، بس هي المحكمه ان شاء الله فطنت لده على اساس انها تاجلت من الشهر اللي فات على اساس ان هي ما جاش الشهر اللي فات وتاجلت الدور ده، فالمحكمه اجلتها اليوم الاربع على اساس انهم يختاروا تاني الاسم السجن على اساس ان هو بيعتوه ان شاء الله يوم الاربع، وربنا يسهل ان شاء الله يحضر ويتم الامر على خير ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني كلنا يعني حضرتك يعني بتمثلي اخواتك كلهم معانا، يعني قولنا مطالبكم ايه؟ يعني لو انتوا الاعدام، احنا مش عايزين غير الاعدام، احنا اتعرض علينا فلوس، اتعرض علينا ملايين، اتعرض علينا صلح، انا مش عايز غير الاعدام. انا دم ماما ملايين الدنيا كلها ما تسويهوش، يعني احنا مش عايزين غير الاعدام، احنا ناس متربين من حلال ودمنا حلال، مش عايزين غير حقنا، وحقنا اعدام، حقنا القصاص، انا واخواتي مش عايزين غير القصاص، وهناخده بالقانون، بس ده كل مطالبنا. لو كانوا عايزين فلوس كان من الاول كانوا من الاول ربنا القصه دي اصلا، مش بعد الام يعني، وبعدين لا طبعا بالجريمه اللي تمت ديت في شناعه في الوضع بصراحه، يعني بالوضع اللي تم بالاصرار بكل ده وصف الجريمه على حسب لسانه هو معترف، الوضع صعب يعني، لان احنا كنا ممكن قوي ممكن الامور تمشي سليمه لو كان هو دخل خد خطوه حصل فيها في الامور ما كانش عنده النيه، لكن ده واحد كان داخل البيت مضطر ان هو يقتل وينهي حياته، لان هو في اعترافاته قال كده لما لقيتها وخبطها على دماغها لسه احنا نروح خبطها تاني بيت مفاجئ، وبعدين قام طعنها بالسكينه لما لقاها لسه بتتنفس، وبعدين رمى انبوبه، تخيلي شخص يشيل انبوبه وخبطها على دماغه على حسب اعترافاته برضه هو اللي اقر بكده. انا مش قادره اتخيلها بصراحه، صعب يعني. قعدت 3 شهور انا ما اعرفش دي ماتت ازاي، يعني انا اول ما مسكت محضر القضيه وقريت اعترافاته بعد 3 شهور انا كنت متخيله، انا كنت عارفه ان ماما اتضربت بمفتاح الانبوبه لانه كان مرمي جنبها وكرسي وفي الحيطه وده كله، انا كنت عارفه ده كله، كنت عارفه ان كان فيه طعنات، بس انا اتفاجئت بعد 3 شهور لما قريت الاعترافات اللي فيه انبوبه، ان والدتي اتضربت بانبوبه، انا صرخت في المكتب بتاع المحامي، انا ما كنتش متخيله، يعني انا مش متخيله، يعني انا ما كنتش متخيله ان في حد بالاجرام ده، يعني هي ماتت ووالدتي كانت روحها طلعت، يعني انا والدتي اتخبطت بالانبوبه وكانت روحها طلعت، يعني انت بتمثل بجثتي، يعني انا والدتي كانت عريانه، اخواتي دخلوا لقوها عريانه، يعني انت حتى ما سترتهاش بعد ما قتلتها، يعني انت طلعت سبتها عريانه وسبتها ومشيت، انت حتى ما سترتهاش، فيعني فلوس ايه وايه اللي انا ممكن اخده عشان اطفي ناري؟ انا ما فيش حاجه اطفي ناري غير الاعدام، زي ما امي ماتت انت تموت، زي ما احنا قلوبنا اتحرقت قلب اهلك قلبهم يتحرقوا عليك، اهلك اللي بهددونا يشوفوا تربيه نتيجه افعالهم وتربيتهم في عيالهم وناخد حقنا منهم، انا مش عايزه غير حق، انا مش عايزه غير حق. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا تفاصيل جلسات استئناف
محاكمة سيدة الجمعية. ما زال يعني هناك محاولات من الطرف الآخر لتقليل أو تخفيف الحكم على المتهم، ولكن اعترافات تفصيلية هي من يعني تحكم وتفصل في القضاء في الآخر. القضاء قال كلمته وإن شاء الله يأكد حكم الإعدام ويبرد ناركم. تعزينا ليك يا دكتور والإخواتك. أعزائي مشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان، كان معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية.